صباح الخير، كي صبحتوا مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوني اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش يشترك في القناه باش القناه ديالي كبر ان شاء الله، ويخلي لايك وتعليق على هذا الفيديو الا كنتوا اول مره كتشوفوه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في فطور تركي، فما نقويش عليكم بالهضره، ندوزوا دابا لطريقه تحضير الفطور ونشارك معكم شنو غادي نجا. عجنت العجين قسمته على جوج، درت شي وحدين صغارين وشي وحدين كبارين. غادي نصيب السميد وغادي نصيب جوز لاما كطيب، غادي نقليها في الزيت. فدابا غادي ندوز نصايب معكم السميت بطريقه اللي سهله وبسيطه. كناخذ العجين كنديرو هكا على شكل لولي، وكنصايب واحد اخر في حاله وتجمعهم من الجناب وصافي، وكندورهم في حاله كيما كتشوفوا. صافي كنعطيو واحد الشكل في حال هكايا وصافي، وكنجمعهم وتنبرك عليهم مزيان فديك الجهه المقطعه باش ما يتفتحش لينا. صافي كيجي فحال هكايا. وانا درت كميه قليله، كما كتعرفوا السميت كيتكال غير في النهار الاول، يعني خصو يكون طري، هذيك هي الميزه ديالو. فصافي انا ديجا اصلا صورت واحد لا فيديو ديال السميت بالطريقه ديال السميت، يعني بالتفاصيل غنخليه لكم في صندوق الوصف. فهنا خديت اناء درت فيه كاس ديال الماء، ودرت معاه جوج معالق ديال بيكميز. كناخذوا هذاك السميت اللي حضرناه كنضيفوه في هذا الخليط هكايا مزيان، وصافي كنضيفوه على الجنجلان. هذه القضيه دي كتخلي الجنجلان كتلصق في العجينه، فاش كيطيب كيخلي واحد المنظر اللي زوين. صافي غنبقى على نفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي صايبت. وديجا راه سخنت الفران على 180 درجه، يعني راه كيطيب دغيا ما تياخذش الوقت بزاف. فدابا غادي ندوز باش نصايب معكم الجوز لاما بالجبن. فانتم يمكن لكم توجدوا اي جبن متواجد عندكم في البيت، انا كنوجد بهذا الجبن هذا. كندوزو في الخلاط الكهربي وكنشد سميتو البصله كنشحرها وكنضيف معها شويه ديال الربيع وشويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاحار وشويه ديال الابزار. فصافي كنطلقوا العجينه وكنعمروها بهذه الحشوه في حاله كيما كتشوفوا، وكنبركو عليها في الجناب في حال هكا باش ملي تكونو كنقليوه ما تخرج ليناش الحشوه على برا باش ما تخسر ليناش الشكل ديالو. وصافي كنجمع العجينه بهذه الطريقه هذه من الجنب باش حتى المنظر ديالها تيبقى زوين. فكما كتشوفوا يعني الطريقه سهله بزاف، وهذه الجوز لاما هذه معروفه عند الاتراك تيوجدوها بزاف في الفطور. بحال قلتي المسمن ديالنا والبغرير هما عندهم هاد الجوز لاما، يعني فحال هاد الشكل هذا، يعني ديما تاكثريه في نهايه الاسبوع ضروري خصهم يوجدوها. فاليوم وجدتها لراجلي. فصافي كما كتشوفوا الطريقه ديالها راه سهله بزاف. فهذه هي الكيمياء اللي حصلت عليها فحال هكايا. فصافي من بعد ما سخنات الزيت كنضيفو على الزيت فحال هكا، وغنوريكم واحد الطريقه اللي كتخلي هاد الجوز لاما كتجي منفوخه وكتجي مقرمشه. كناخذ هكا معلقه وكنبقى نرمي الزيت فوق العجين ديالها فحال هكا، كتنفخ وكتجي مقرمشه كتجي زوينه، يعني ماشي غير كطيب فحال هكا ملي كتمشيو تاكلوها ما كتلقاوهاش مقرمشه. فهنايا صافي هنايا ضفت المربى ديال الفريز، وهنايا البيكميس. هذا هو البيكميس اللي صايبت معكم في سميتو اللي ضيفت في هذاك الماء فاش بغيت نصايب السميت، وسميتو الطاحين. هادو تيندمجوا مع بجوجهم، مع واحد كيكون ماشي حلو والاخر تيكون حلو. وهاد العسل هذا مبغاش تفتح ليا بزز باش تفتح ليا، عرفتوا هاد العسل راه طبيعي، يعني العسل ديال بصح ماشي داك العسل اللي تيكون جاهز في لي ماركيت. ملي كنشوفوا كيفاش ثقيل، يعني ما كينزلش دغيا، ثقيل مقوت ما فيه الاعشاب يمكن بزاف، وهذه يعني العسل ديال الفري. وصافي هذا الزيتون هذا صايبته راسي بطريقه مغربيه. وصافي هذا الفرماج ضفت هذا الفرماج هذا التركي حتى هو، ومن بعد درت هذا الفرماج هذا كيعجبني مع السميت. وصافي ودرت شويه ديال الزيتون الكحل مع هذا سميتو باياس بينر، حتى هاد الفرماج هذا ديال يعني فرماج تركي. فصافي هادشي اللي وجدت
يعني داك الشيء خفيف ظريف، حيت اصلا غير ديك الجوز لاما راه تتنكل مع يعني غير بوحدها، كاين اللي كياكلها غير بوحدها ملي كيوجدوها في الصباح. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم حاولت نخلق جو ديال نهايه الاسبوع وصافي الفطور ديال نهايه الاسبوع. فصافي يعني في الاخر ملي غادي نكمل غادي نوريكم الطبيله كيفاش جات. صافي دابا هو الفطور ديالنا بحال هكايا. فنديك برينسيسو فلقيتوني دابا لبست عليا غادي نخرج غادي نقضيو شي شغالات على برا ومن بعد غادي نتقضاو. اليوم كاين السوق الاسبوعي. هاد الشال هذا عندي من نهار تزوجت فاليوم درتو. قولوا لي كيف جا معايا وجا زوين. هاد المونطو هذا اللي كنت صورت لكم، كنت صورت لكم المشتريات اللي خديت اخر مره، باقي ما حطيت الفيديو ديالو منهم. نيت خديت حتى هاد المونطو هكا تيجي هكا من فوق. فهاد الشيء اللي كاين. فدابا غادي نخرج فخليكم معايا تمشيو فين فنديك. جوان انطون لوك كويس. حنا دابا في العربية ديال أنتونوك. أما إيسي جاز ديال العربيه ديال ما كيقولوا لها هنايا كوي انطون لو كوي. كاين في الطراس ديالها عرفتو كاين واحد البرد واحد الريح واخا هكاك راه كاين فندم 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 برينسيسم بينيم سكلدن بينيم اوزليدن. رجعت لكم. دابا غادي ندوز كما كتشوفوا التقضيه باقي ما ستفتها في الثلاجه. غادي ندوز نستفها وغادي نرقد الحوت في الماء. غادي نصايب معكم واحد الطريقه زوينه بزاف ديال الحوت في الفران وغادي نصايب معكم واحد القهوه. فاول حاجه غندوز نحيد عليا دوك البلاستيكات من تما وندوز سبيراتور للدار. باقي ما دوزت لقيتوني دورت الحوايج في الماكينه. المهم غادي نجمع داكشي كامل ونعاود نرجع لكم. خليكم معايا ما تمشيو فين. فدابا غادي ندوز نصايب معكم الحوت في الفران بطريقه زوينه بزاف، طريقه مغربيه بالخضره. فانتوما يمكن لكم تستعملوا كاع الخضره اللي متواجده عندكم في الدار. كما كتشوفوا قطعت خديت كل خضره يعني كل حاجه منها وحده وحده باش ما تجيش كتير بزاف. فدرت البطاطا على شكل شرائح رقاق والفلفله الحمراء والفلفله الخضراء والجزر وكذلك البصله. والبصله ايوا البصله متواجده عندكم سواء كانت حمراء ولا بيضاء. فصراحه هاد الخلطه هادي ديال الخضر كتجي زوينه مع الحوت كتجي بنينه. وسميتو كذلك مطيشه وحده حتى هي. ومن بعد ناخذ الربيع غادي ندقو مع سميتو مع الثومه. فالثومه كناخذ ديما تندير معاه شويه ديال الملح
باش دغيا كدك ليا بهذا الخلاط اليدوي دكاك اليدوي عفوا. فخدينا هذا الحوت ديال بالاموت، صرعتو حوته كبيره بزاف وراحي نقصت منها شي حاجه، قلت حتى نصايبهم الشوربه، يعني تبارك الله فيها كميه كبيره بزاف. فغادي نضيف ليها سميتو، نضيف ليها شويه ديال الربيع والثومه، غادي نقسم هذيك الربيع والثومه، نخلي شويه نديرو مع الخضره وشويه مع سميتو مع الحوت. صافي درت شويه ديال التحميره، يعني الفلفل الاحمر وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف سكينجبير، وانتم العطريه كتبقى لكم على حساب الاختيار. وغندير الحرقوم البلدي، ومن بعد غادي ندير شويه ديال الكمون حتى هو كيعطي لذة زوينه بزاف، وتقريبا نص كاس ديال زيت العود، فزيت العود هي كتعطي واحد اللذة زوينه بزاف. صافي دابا الخضره حتى هي نفس الشيء، غادي نضيف لها الربيع والثومه اللي ديجا دكيت، وغادي ندوز نضيف العطريه الكمون. المهم هذوك العطريه اللي درت نفسهم في مع الحوت غادي نضيفهم في نفسهم في سميتو في الخضره. فصافي اللاطه، وخديت لاطه درت فيها الورق الزبده، وضفت الخضره من تحت، وصافي وضفت الحوت هكايا من الفوق. نتوما دابا يمكن لكم زعما تصطفوه بالطريقه كيف بغيتو ديال التزيين، كيبقى يعني كيبقى اختيار كل سيده وكتفنن كيف بغات في الطريقه التزيين ديالها. ففي اخر شيء كنضيف الحامض هكايا على الحوت باش كيعطي ديك اللذه ديال الحموضه، كتجي لذيذه بزاف. وصافي وصافي غنبقى هكا على نفس الطريقه، والفران ديجا سخنتو على 180 درجه. فهاد الحوت هذا من الاحسن ما يطيبش بزاف، غير تشوفوا الخضره باللي راه طابت، والحوت تقيسوا تشوفوا باللي راه طاب، يعني من الاحسن انكم تحيدوه من الفران وهو باقي هشيش، ماشي تخليوه حتى ينشف ويولي قاسح وما يبقاش فيه الماء، ديك الساعه كي ما كيجيش لذيذ. اما ملي كتخليوه يعني ملي كتحيدوه من الفران باقي هشيش وفي هذاك الماء ديالو كيجي لذيذ بزاف. فصافي غادي نخلي غندوز نشارك معكم واحد الصوص اللي كنستعملها في هاد لي سلطات هادو، كتجي زوينه بزاف، كتجي السلطه غزاله. هنايا عندي بسباس، عندي مطيشه، عندي البصله الخضراء، عندي الخس، واي حاجه عندكم خضراء يمكن لكم تستعملوها. وكاين هنايا الروكا. فدابا غندوز نصايب معكم الصوص. اول حاجه كنحتاجو نص حامضه معصوره بحال هكايا، ونحتاجو تقريبا واحد 3 معالق ديال زيت العود، وغادي نحتاجو نار اشكيسي اللي هو الصوص ديال الرمان. غندير تقريبا واحد 2 معالق هكاك ولا معلقه، نتوما على حساب واش كتبغوا الحموضه بزاف ولا لا. وغادي نضيف الملح، والملح كيبقى على حساب واش كتبغوا ملح بزاف ولا شويه. دابا غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان حتى يتنجمس لينا، صافي غادي نضيفوه على لاصالاد. صافي فحال هكايا. والحوت كيجي فحال هكا كما كتشوفوا، جا غزال يا سلام ولذيذ بزاف. نهاية لا فيديو، كنتمنى الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم القناه ديالي دعموني ببارطاج وبلي لايك باش الفيديو ديالي تزيد تطلع اكثر، وتبتوا ليا المشاهده ديالكم بالتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتخليني وكتشجعني، يعني كتخليني ديما نزيد نحط لكم لي فيديو جديده. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.